مرحبا يا أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الدرس. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا سعداء وبخير، وأتمنى لكم الصحة والعافية. في هذا الدرس سوف أتكلم معكم باللغة العربية الفصحى. أنا أريد أن أتحدث عن أشياء كثيرة، وسوف أتكلم قليلا عن مصر. أنا أتكلم ببطء حتى تفهموا الكلام الذي أقوله، ولكن المصريين يتكلمون أسرع من ذلك قليلا. الممارسة هي أهم شيء يجعلك تتعلم أي لغة. الطفل الصغير يتعلم اللغة من والديه عن طريق الممارسة، ولهذا أنا أعتقد أن الممارسة مهمة جدا. يجب أن تمارس اللغة كل يوم. لا يشترط أن تقضي وقتا طويلا في ممارسة اللغة. أعتقد أن 10 دقائق في اليوم تكفي، ولكن المهم هو أن تمارس كل يوم. وأيضا من الجيد أن تتعرف على أصدقاء لكي تتكلم معهم باللغة العربية. اللغة العربية ليست صعبة جدا كما تعتقدون. أنت تعتقد أن اللغة العربية صعبة لأنك تحاول أن تدرس معظم القواعد، ولكن هذا أمر صعب جدا. من الصعب جدا أن تدرس معظم القواعد. المصريون لا يستخدمون كل قواعد اللغة العربية الفصحى، وبعض المصريين يقعون في أخطاء عندما يتكلمون بالفصحى لأنهم لا يعرفون كل القواعد، ولذلك يجب عليك أن تدرس بذكاء. ادرس فقط القواعد التي تستخدم بكثرة. فمثلا لا يهم أن تعرف الفرق بين المصريون والمصريين، ولكن يجب أن تعرف أن الكلمتين هما جمع كلمة مصري. لقد رأيت بعض المدرسين يشرحون الفرق بين الكلمتين للأجانب بالرغم من أن بعض المصريين لا يعرفونه. أنا أحب أن أتكلم قليلا عن مصر. مصر دولة كبيرة، جوها جميل، ولا تحدث فيها أي كوارث طبيعية. لا توجد زلازل أو براكين أو أعاصير. نهر النيل هو السبب الرئيسي للحياة في مصر لأنه المصدر الرئيسي للمياه. أرض مصر مناسبة جدا للزراعة، ولكن مصر تحتاج إلى الصناعة والإنتاج. لا توجد مصانع كثيرة في مصر، والمنتجات لا تتمتع بجودة عالية. في السنوات القادمة يجب أن نهتم بالصناعة حتى نجعل الاقتصاد أقوى. شعب مصر يحب النكت. عندما تحدث مشكلة يبدأ الشعب
في كتابة النكت ونشرها على الإنترنت. المصريون يستخدمون النكت في التعامل مع أي مشكلة. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد أعجبكم. شكرا جزيلا للمشاهدة. إلى اللقاء.